معانا الأستاذة منى، تتفضل. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة منى. زي حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وبفضل ونعم. بص حضرتك، هو أنا بسأل سؤال لأكتر حاجات بشوفها وفي أقرب الناس عندي، بالذات الناس اللي متزوجة كويس، اللي بقالهم 20 سنة وأكتر، لما بيحصل بينهم مشاكل الخصام بيطول، مثلا 2 3 أسابيع، مع مرور السنين بقى بالشهر والشهرين، مع مرور 20 سنة بقى في غضبان وتسيب البيت وتمشي بالشهر والشهرين وتسيب ولادها ومدارسهم والأب والكلام ده. تاني حاجة، لما بيتراضوا بيعيدوا القديم والجديد، فما مش بتصفى. الراجل نفسه بيبقى عنده نوع الحنية، بيبقى قريب من ولاده، بيحنين عليها. لما كان معاه فلوس كان بيصرف بدون حساب. أولا الفلوس دلوقتي ما بقتش موجودة، كان ناس مثلا لما بتسافر بيبقى معاها بما يرضي الله. النهارده الظروف الدنيا على البلد كلها وعلى الدنيا مش متظبطه، فحاليا دلوقتي الاسره دي يعني معرضه للانهيار او التفكك. بسبب ايه؟ الاب بيدي على قد ما يقدر، على قد مرتبه، مش بخيل. لكن ايديه دلوقتي مش طايله، الاول كان فيه، حاليا ما بقاش. سؤالك ايه يا استاذه منى؟ سؤالي، الست اللي هي ما بتصفاش للزوج مهما بيعمل، بتعيد القديم والجديد ونكد باستمرار، ما بتحسش ان هو مهما عمل لها برضه هي مش راضيه، لانها عايزه فلوس. قصه كلها المشكله انها عايزه فلوس، طالما مش مكفي احتياجاتها اللي هي عايزاها، مش الضروريات. هو الحمد لله مكفي البيت على قد مقدار مرتبه، انما مش راضيين، مش بيحمدوا ربنا على طول. طيب، انت طيب ايه ما جبتش؟ طيب طيب يا سيده منى، هجاوب على حضرتك على طول دلوقتي حالا. يا ريت، ربنا يبارك لك. الله يبارك في حضرتك. انا المشكله اللي حضرتك بتقوليها دلوقتي ان عدم المرضاه ما بين الزوجين، انا شايف ان المشكله عند الاثنين، مش مشكله عند واحد بس. ايه ليه كده بس؟ إيه؟ لان هو في الحقيقه، خليني اقول لكم اللي انا شفته، وخليني اقول لكم الخبره اللي احنا شفناها في الارشاد الزواجي. الخبره بتقول ايه يا سيدي؟ الخبره بتقول ان الستات ما بتطلبش الفلوس غير للامان. يعني مش الاصل في الستات ان هم ناس طماعين، لكن الاصل ان الستات بتخاف، ان الستات عندها احتياج للامان. الفلوس بالنسبه لها بتساعدها على الاحساس بالامان، لان هي بتخاف ان هي لما تتعرض لازمه ماليه ان هي تتهدد في امنها الجسدي، في عرضها، في اولادها، فهي بتحتاج للفلوس عشان تحس بالامان. طيب، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان انا عايز اعدل نظره الزوج ونظره الزوجه، ان الزوج يقدر المعاني اللي بتمر بيها الزوجه، ان هو يقدر ايه بقى؟ يقدر ان هي خايفه، فما يزودهاش خوف، يقعد معاها ويتفقوا مع بعض ويجدول الدنيا. ليه طيب؟ لان دوت هو الحل الوحيد، الحوار والكلام والاتفاق ازاي هندير البيت. لكن هو دايما لما هو تيجي تتكلم هو يحس بان الكلام دوت نوع من انواع الضغط عليه، لان هي ست ماديه، ده مش صح. طبعا طبيعي ان الست تكون مرتاحه لما جوزها يكون بينفق وبيسعى وبيصرف، وطبيعي زي ما هو بيبقى مضغوط لان هو عنده مشكله في الحصول على المال، هي كمان تبقى مضغوطه لان هي مش قادره تكفي بيتها، لان الفلوس لما بتزيد هي كمان المطالب بتزيد والتكلفه بتزيد. فنصيحتي ان هم يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، مش ان في حد يحكم على التاني ان هو انسان مادي. فانا اللي بقوله ايه؟ ان الزوج يسعى اكتر لتحصيل الموارد للبيت، والزوجه تقدر ده. لازم يبقى الحركه من الاتنين، هو يسعى اكتر وهي تقدر ده اكتر. لكن مش هنقول ان للزوجه ارضي، انت ما بترضيش ليه؟ هي هترد علينا وتقول لنا ببساطه خالص، طب وانا اصرف على البيت ازاي؟ يبقى الحل الوحيد ان احنا نتقارب. الوقت دوت هو افضل وقت تتبني فيه السعاده الزوجيه، ان احنا نحس ببعض. هي تقول له ربنا معاك وربنا يساعدك وانا في ظهرك، وهو يقول لها انا ما اقدرش اوفر حاجه. لكن ما ينفعش ان احنا في الحاله دي الزوج يفضل على حاله دي، ان هو كان بينزل يسهر مع زملاء اصحابه ودلوقتي يفضل برضه بيعمل نفس الحكايه. لا، هو هيقلل ده لان في ساعتين لازم يزود بيها دخل البيت. الحاله الاقتصاديه دي محتاجه مننا مزيد من العمل. كده تتحل المشكله دي يا استاذه يا استاذه منى. مش هتتحل بان احنا نقول للست بطلي تطلبي، لا، هي لازم
امال هتطلب هتنفق على البيت منين؟ ما هي لازم هي تطلب، ولكن تطلب برحمه، وهو لازم يسعى بجد. الاثنين دول، هي تطلب برحمه وهو يسعى بجد، كده البيت يتحل.